فأنا أعتقد أنه يعني هنا هذا الكلام لما نتذكر معه اذهبوا فأنتم الطلقاء، نجد أن هذه خاتمة يعني كم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، من عندك 21 سنة تقريبا، 21 سنة من محاولة الاغتيال، من قتل أصحابه، من مصادرة الأموال، من أذية حتى في أهل بيته. هذا ترى من أكثر ما يؤلم الإنسان، الجانب الإنساني. يعني لما حملوا أبناء أبي لهب على طلاق بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما آذوه في أهل بيته، لما ضيقوا عليه الرزق، هذه أشياء سبحان الله يعني تصل إلى العظم، تصل ألمها يصل إلى العظم.